33 ترليونا و300 مليار دينار تخصيصات الخدمات، وعشرون ترليونا و300 مليار دينار مخصصات للرعاية الاجتماعية، في حين تم تخصيص 33 ترليونا و300 مليار للأمن والدفاع. أما تخصيصات التربية والتعليم فقد بلغت 17 ترليونا و300 مليار دينار، وتم تخصيص 40 ترليونا و200 مليار دينار لقطاع الطاقة. هذا وأشار تقرير المالية النيابية إلى أن إجمالية مبالغ الإيرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية للسنة الحالية بلغ 27 تريليون و300 مليار دينار وأشارت اللجنة إلى تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة للمتقاعدين في الواقع كنا نطمح بأن يكون هناك تخصيصات ماليه كافيه ووافيه للمحافظات بما يتماشى مع حاجه هذه المحافظات ومشاريعها التنمويه وديمومه اكمالها وتقديم الخدمه الحقيقيه لاهالي في هذه المحافظات. ولكن هناك رؤيه للحكومه وتم هناك تنسيق ما بين اللجنه الماليه والحكومه لدراسه الاسباب التي ادت الى انخفاض هذه التخصيصات وفي الواقع هناك تخصيصات ماليه مموله ومؤمنة في وحدات الانفاق للمحافظات لقانون الامن الغذائي بحدود 5 تريليون و800 مليار وتم اقرار موازنه عام 2023 وتم زياده تخصيصات تنميه الاقاليم بعد ما وصلت الى من الحكومه بحدود 2 تريليون و500 لتصبح بحدود العشرة تريليون تم تمويل هذه المحافظات ووحدات الانفاق من مبلغ العشرة تريليون بحدود الثلاثة تريليون أيضا هناك مبلغ متبقي بحدود الستة تريليون خمسمائة مليار وما يطمئن في الواقع أننا تأكدنا بأن الحكومة ملزمة باستمرار بقاء مبالغ الأمن الغذائي مؤمنة في وحدات الانفاق وكذلك الحال تعهد الحكومه بأن يبقى التمويل مستمر لما تبقى من موازنة عام 2023 والبالغة 6 تريليون 500 ,000.